يا صاحب الألم، إن الذي تشكو إليه هو الله أرحم بك من نفسك. كثكف دمعك. أيوب لما زاد البلاء به، هل هو أيام؟ هل هو شهور؟ لا والله، كان بلاؤه أعوام. رفع عينه وبها دمعه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انفتحت أبواب الأمل فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، بل والآية تقول: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله أكبر. إن الذي رحم أيوب سيرحمك، والذي داواه هو شافي الأسقام، وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. افتح لقلبك أبواب الأمل، ولو كانت الآلام تعصف به، فإن الشافي هو الله. ابتسم وأمل خيرا. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وإلى أمل جديد.